ودلت هذه السنن الصحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يكثرون صب الماء، ومضى على هذا التابعون لهم بإحسان. قال سعيد ابن المسيب: إني لا مضى على هذا التابعون للصحابة بإحسان، يعني بعلم ومعرفة، ما هو بانتساب فقط. فكثير من ينتسبون إلى السلف يقولون نحن سلفيون، لكنهم لا يعرفون مذهب السلف، وينسبون إليهم شيئا ليس من مذهبهم. الله جل وعلا يقول اتبعوهم بإحسان، يعني بإتقان، هو المجرد انتساب فقط، لكن لا بد أن يتعلموا مذهب السلف ما هو وأن ينفذوه كما جاء، هذا هو الإحسان. نعم.